شكرا زميلي الدكتور فريد الرميلي من جامعة الجزائر العاصمة على إبقائي لهذا الموضوع. جدها بالنسبة للدراسات البروتودارجية بالشمال المغربي عموما تطلب مباشرة يطلب من الأستاذ الدكتور سليم عدنان لإلقائي مداخلته المعنونة ب أعمال ميدانية بالمسبح الروماني هيليو بوليس بكامل. ذكرني المدافع عنوان المداخلة بقدوم الأعمال والأعمال التي يشرف عليها شخصية أستاذنا الدكتور محمد المصطفى الفلاح بعين مكان. كنت هناك حاضرا تشرف أن أشوف تقرير أعمال مع أستاذنا المداخلة الثنائية للأستاذين عرباوي والأستاذ سليم. يلقيها مباشرة زميلنا سيف محنا وسعد. إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر قسم علم الأعضاء لجامعة جلمة على تنظيم لهذه المبادرة الطيبة وهي تحت عنوان 60 سنة من البحث الأثري في الجزائر وعلى رأسهم رئيس قسم وخاصة الشكر لرئيس الملتقى زهير بخوش الذي أبى إلى أن يستدعينا لأن نشارك في هذا الملتقى. مرحب بالحضور زملائي الأساتذة سعيد بوجودي معكم خاصة مراد ومستقبل البرومو تاعي وكذلك الأساتذة زملاء وطالب. إذن المداخلة تاعي هي أعمال ميدانية بالمسبح الروماني لهيليوبوليس. في حقيقة الأمر من أبدأ الصورة الأولى بالأستاذ فلاح لأنه بدونه لم يكون هذا العمل أو يظهر إلى الوجود، لأنه بفضل لهذا العمل اللي راح نفوتوه معكم إن شاء الله ظهر إلى الوجود. وفي حقيقة الأمر إحنا عملنا عشرات الأعمال الميدانية مع الأستاذ فلاح إن لم أقل أكثر، ولكن أنا دائما عند مشاركتي في الـ في الـ في الـ في الملتقيات أفضل دائما أن أجد عمل في خاص بالمنطقة بعد. يعني مع فلاح درنا عدة أعمال على مستوى التراث الوطني ومن بينها هذا العمل اللي راهو تابع يعني المسبح تابع لمدينة كالما. إذا فلاح كما نشاهدوا في الصورة راهو مع المدير السابق المدير الثقافة اللي هو حاج بيوب، واللي راهو الآن مدير الديوان الوطني لتسيير التراث بالجزائر، ومجموعة كما راكم تشاهدوا هنا هذه مجموعة من الأولاد اللي يسكنوا في المنطقة
راهم يستناو بفارغ الصبر باش المسبح يستعيد المياه نتاعو باش يقدروا يعملوا. إذا هذه الأعمال هي نخرجوا شوية من لابيستوار والآخر والمناطق الصحراوية باش نشوفوا شوية نهضروا شوية على بعض أعمال الصيانة اللي قمنا بها احنا في هذا المسبح مع الأستاذ فيلا طبعا ومجموعة من الطلبة اللي يعود كذلك إليهم الفضل، وهذا من خلال التربص الميداني اللي كنا قمنا به في المنطقة سنة 2011. فكمقدمة يعتبر هذا المسبح اللي هو تسمية تاعو حمام بلادة من بين المنشآت التي كانت تلعب دورا كبيرا في سير وتواصل الحياة لسكان مديرية هيليوبوليس. ما يثير الاهتمام أكثر هو الجانب المعماري وبالأخص التقنيات المستعملة في بناء هذا المسبح الروماني. يقع حمام بلادع في بلدية هيليوبوليس على مستوى الطريق الوطني المؤدي إلى عنابة على بعد 1800 متر من وسط المدينة و7 كيلومتر عن ولاية قالبة. بلغت المساحة الإجمالية لهذا المسبح حوالي 1067 متر مربع، والسعة الإجمالية للمسبح هي 1814 متر مكعب. هذا صورة للمسبح الروماني خلال الحقبة الاستعمارية يعني الفترة الفرنسية. وعندنا تاريخ الأبحاث، يعني بعض الباحثين القدماء أعطوا بعض الإشارات إلى هذا المسبح. إذا حسب التقرير الذي كتبه شارل أربير جولي بقامة في 15 مايو 1905، فإن نافورة هيليوبوليس التي تعرف باسم حمام بلادع عبارة عن حوض كبير مصدر مياهه من منبع حمام تبلغ درجة حرارته 37 درجة مئوية. وهذا المسبح كان مستعملا أو مستغلا من طرف الرومان. ثم أشار كذلك إلى هذا المسبح الطبيب بيسونيل أثناء جولته شمال أفريقيا من أجل دراسته للتاريخ الطبيعي في رسالته 11 التي كتبها بمدينة القادة والمؤرخة بيوم 28 جون 1725، إلى أنه مر بمنبع مياه ساخنة تصب في حوض ضائر هو المسبح. أما بيربروبر فقد لاحظ خلال عام 1836 بقايا حمامات هي عبارة عن حوضين حالتهما نوعا ما متطورة تحيط بهما بعض البقايا الأثرية. نشوف الآن المخطط، هذا المخطط العام للمسبح الروماني تاعنا حمام بلادع عن الباحث جولي كما نشاهدوا. ثم عندنا الدراسة المعمارية، يعني باختصار جدا المسبح بشكل دائري كما كنا نشوفوا في المخطط، قطره 35 متر وعمقه يتراوح ما بين 1.25 متر في القسم الغربي وحوالي 1.40 إلى حتى يصل إلى 1.75 في القسم الشرقي. ونجد في القسم الغربي حانية ذات شكل نصف دائري قطرها 11.60 متر وعمقها قدر بحوالي 1.50 متر. استخدمت في بناء المسبح حجارة منحوتة مختلفة الأحجام تتراوح مقاساتها ما بين 60 حتى في 50 40 و 70 بمعنى تقنيه روبيس كوادراتو. بنيت وفق عمليه رص الحجاره في بعضها البعض مع استعمال المناط المائي مورتي هيدروليك كرابط فيما بينها. هذه هنا رفع اثري والله النظام حجز الشوائب يحتوي هذا الجزء الجنوبي الشرقي للمسبح على بقايا نظام بناء كانت وظيفته حجز الشوائب التي تطفو فوق سطح الماء من مع عدم السماح للماء بالخروج في حاله امتلاء المسبح الذي فرقنا سواء بالماء او الاشخاص، وهو بذلك عباره عن صف من الحجاره المنحوته كما تشاهدون في الشكل بها شريط منحوت على وجهها الداخلي مشكلا قناه عرضها 30 سنتيمتر وعمقها 20 سنتيمتر.
عندنا هنا هذا الشكل هو مخطط كذلك قمنا فيه ليبين الشكل نتاعنا المسبح نتاعنا. وهنا عندنا الأحواض نتاعنا قلنا فيه يحتوي المسبح نتاعنا على حوضين، الحوض الأول يتكون أو الحوض الأول وهو الحوض الرئيسي للمسبح كما تشاهدون، لأنه استحوذ على مساحة كبيرة تقدر بحوالي 961 متر مربع وقطره قلنا 35، به مدخلين على يمين ويسار المسبح وهما المدخلين الثانويين كما قدرت سعة هذا الحوض بحوالي 1634 متر مكعب. بالنسبة للحوض الثاني هو الحوض السابق كما تشاهدون هذا الحوض أقل مساحة من الحوض الأول ويبلغ قطره حوالي 11.60 وارتفاع جدرانه حوالي متر ونص وتقدر مساحته بحوالي 105 متر مربع. يحتوي على المدخلين الثانويين وهما بالتالي يعدان همزة وصل بين الحوضين يعني بين الكبير والصغير كما قدرت سعة الحوض الصغير بحوالي 158 متر مكعب. هذا هو الشكل يعني نشوفه بالنسبة لنا يحتوي على حوضين، الحوض الصغير والحوض الكبير. هنا عندنا مدخلين اللي ذكرتهم هو المدخل الثانوي الأول والمدخل الثانوي الثاني. بالنسبة للدراسة الأثرية يشمل هذا الجزء من الدراسة الجانب التقني أي مواد البناء وتقنيات البناء المستعملة في المعالم المعروف يستعملوا في الحجارة الكلسية. يعني الحجارة الكلسية هو صخر رسوب كلسي يحتوي على نسبة 50% على الأقل من كربونات الكالسيوم التي تتبلور بصورة عامة على شكل قرصيد. هذا في الدراسة المعمارية والأثرية. نشوفوا هنا مكان استخدام الرخام يعني القاروة تاعنا نتاع لا تكنيك تاع روبيس كوادراتو في الرابية تاعنا استعمال الرخام في هذه الجهة من المسبح. وهنا بيسير المسبح تاعنا تعرض للعديد من عوامل التلف يعني مع مرور الزمن دونك تتجسد هذه العوامل في عدة عوامل نستطيع حصرها فيما يلي. اولا نشوف ترك النفايات ورميها في المحيط الاثري المسبح وهذا نقول عامل تلف بشري. استعمال الاسمنت في الترميم في الصوره الثانيه كذلك هو عامل بشري تلف بشري. وضع الحجاره في غير مكانها في كما تشاهد في الصوره وكذلك عن الترميم العشوائي يعني هنا هذه كلها عوامل تلف بشريه. كذلك عندنا هنا تقشر وتفتت سطوح الحجارة بسبب تبلور الأملاح تشقق أرضية المسبح كما في الصورة الثانية. هنا كذلك تأثيرات أو تأثير النباتات على الحجارة وتغلغلها في مناطق الرابط. نفس الشيء امتداد جذور الأشجار إلى داخل الجدران. عندنا تأثير بكتيريا على الحجارة بصورة أولى، ثانية تأثير الطحالب، وبصورة ثالثة تأثير الأشمنت أو الحوزات على الحجارة. هنا تبدأ الإجراءات اللازمة لصيانة هذا المسبح الروماني. شوفوا طريقة تنظيف المعلم من الحشائش والنباتات و ملاحظة أفضل بالنسبة للأستاذ فينا دائما يكون في الأماكن والناس اللي يخدموا معاه ويشوفوه يعملوا شرح أكثر دائما يكون في الأماكن الحساسة نتاع الأعمال نتاعنا كي نبداو العمل دائما نلقاو الأستاذ فينا دائما في المناطق الحساسة ويكون العمل يعني قائم. هنا عملية كذلك دائما في عملية تنظيف الجدران عندنا في المسبح عملية سحب المياه بمضخة من البومب باش نحيو المياه الأولى القاضية
كذلك عملية تنظيف الشقق اللي رايحين نديروا لها شوية مرض باش تقوم الصيانة نتاعها. عملية تنظيف الجدران كما تشاهدوا الأرضية نفس العملية تقريبا كلها نشوفوا. نكمل عملية التنظيف هنا تجي المرحلة الثانية بعملية سد الشقوق الأرضية اللي استعملنا المرات. هذا المرات نوعين من المرات، استعملنا المرات الأول لسد هذه الشقوق على الأرضية. المقادير تاعو اللي كانت الرابط هو واحد حجم من جير واثنين حجم من الرمل الناعم الصافحة وواحد حجم من الرمل الخشن وكنس حتى الباب وصوت تاع الماء باش الخليط باش يكون الطبقات نتاعنا ما تكونش يعني ما يكونش مميز يعني يكون شويه خشن باش نسدوا به الشقوق الاولى. ثم تاتي عمليه استعمال المرض الثاني كما شاهدوا هذا المرض يكون شويه مميز. هذا قلنا الرابط نتاعو هو واحد حجم من الجير اثنين حجم من الرمل الناعم فقط وحتى 40 35 من الماء باش يكون هذا المرض مميز لانه باش نستعملوه بعد وضع المرض الاول وبعد جفافه تماما يستعمل كسائل في جميع انحاء افريق المسبح حيث يبلغ سقفه 1 سنتيمتر باش يغطي جميع شقوق. هنا مرحله ملء المسبح وهو توصيله كما تشاهدوا في الصوره شعبيه تشوفوا تقدروا تشوفوا الصوره. توصيل المسبح قلنا في انبوب لتنقل المياه اليه وذلك آلية ملؤه من خزان مياه قريب منه. تعتبر هذه المرحله غايه في الاهميه حيث تمت فيها عمليه صيانه المسبح بصوره شبه نهائيه حسب الامكانيات البسيطه المتوفره وبطرق علميه تتوافق مع شروط صيانه وترميم المعالم الاثريه مما اعاد للمعلم الاثري صورته الحقيقيه او صورته الحقيقيه وقيمته الجماليه والتاريخيه. وبعد انتهاء اشغال الصيانه اعطيت اشاره ملء المسبح بالمياه لاختبار مدى فعاليه الاعمال المنجزه فيه. وهذا هنا المسبح تشوفوا العمليه تاع التيول باش نعمروا المسبح من هذا الجهه. وهنا عندنا منظر عام للمسبح بعد عمليه الصيانه. شوفوا المسبح كيراهو يعني تجيبوا الاولاد راهم يبروفيت راهم يبروفيتيو من هذا المسبح. ثم درنا بعض التوصيات او الاقتراحات في الفولي. شوفوا هنا مثلا المسبح كان مولد سياحي يعني هذه الاعمال مقترحه لازمه في الفولي لاعاده تاهيل هذا المسبح. عندنا شوفوا هنا مثلا تهيئه والاصلاحات من اجل الزوار في اشتراك فنيه. عندنا الحديقه الاثريه شغل هذيك قصدوا عليكم باش الناس تعدى ما يشيك ولا تشيك في المسبح ان ديامتر من بعد كاين الجاردن وكنا نقدروا نديروا حديقه بالنسبه للاولاد من يقدروا كاين هنا صوره كده في الحديقه الاثريه تبين مدخل الحديقه ومنطقه الاستقبال كما تشاهدوا الصوره. عندنا كذلك فوي اقتراح فوي نادي وأماكن الاستراحة. هنا كذلك شوفوا أدير صورة عامة للمسبح وما يحتويه من أماكن للراحة. هنا كذلك لافتة تبين المخطط العام للمسبح الروماني بموقع جيو بي سي. هذه كامل اقتراحات كنا درناها وقدمناها للمسؤولين. هنا تبين إعادة هيكلة من المدخل الرئيسي وتسييج المسبح. تبين مكان خاص للتوقيف أو توقف السيارات في باركينغ. وهنا صورة عامة ولكن بالأخير وللأسف البارح فقط جيت فايت أنا والأستاذ حبست درت طروا ذكر فوقو باش نبين برك للاسف الحاله اللي راهو فيها في المسبح كما راكم تشاهدوا يعني نشوفوا هنا
في الخاتمة نقول إن تهيئة تحسين وضعية المواقع الأثرية وذلك بإعداد برنامج تهيئة المحيط بمرافق خدماتية عمومية يجب أن يراعى في كل خطوة من هذه الخطوات الشرط الأساسي وهو أن تنجز هذه الأعمال وفق دراسة علمية مبنية على أسس ومقاييس متعارف عليها في عالم السياحة الأثرية تنسجم وتتفق مع شروط وأهداف منظمة اليونسكو وسياساتها في مجال ترقيه وصيانة وحفظ التراث بحيث يتجنب تشبيه المنظر العام للمواقع الأثرية مع تحاشي قدر المستطاع من حال الضرر بها أو إحداث تلف بها أو جزء منها ويستحب أن يشارك فيها مختصون ومفتشون في الآثار وشكرا على حسن التواصل.